اهلا وسهلا بكم اصدقائي من جديد، معكم اخوكم فادي وفيديو جديد النهارده من كورس اماديوس. النهارده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هناخد اهم الانتريهات المدخله في سيستم اماديوس او المدخلات في سيستم اماديوس الاقل استخداما، يعني ما بنستخدمهاش كل يوم كل فتره والتانيه. تمام، هناخدها النهارده زي ما خدنا المره اللي فاتت اللي هي اكثر استخداما او اليوميا كنا بنستخدمها دي سنويا، يعني ممكن في الاسبوع مره، ممكن في الشهر مره، ممكن ما نستخدمهاش خالص. يعني مثلا فيها انتريهات الريشيو، ممكن ما اعملش الريشيو لمده اسبوع، ممكن ما اعملش الريشيو لمده شهر، الناس تسافر في مواعيدها. في انتريهات مثلا طيران، تحالف الطيران مع بعض، مثلا اللي اخدنا قبل كده الاجريمنت. ممكن مثلا طيران في كود شير بينه وبين بعض، عدد سعر على اي طيران في انتري لي معين، ممكن ما استخدموش خالص اصلا لمده سنه عادي. ممكن سيستم اوتوماتيك بسعره مش محتاج ادخل الانتري بالتسعير العادي. في ريمارك، ممكن ما احطش ريمارك خالص اساسا، لان بقالي فتره طويله ما بحطش اي ريمارك على الحيز الا بس السعر، وبضطر نحط ريمارك السعر مثلا. تمام، ممكن عايز افصل عميل عن عميل، ده اللي هناخدها اول حاجه ان شاء الله. فحاجات كتيرة هناخدها ان شاء الله النهارده مع بعض في الفيديو ده، تابعوا معايا. وان شاء الله زي ما وعدتكم برضو الحلقه الجايه باذن الله هتكون الاخطاء اللي بتظهر في السيستم من اي تو زد، من اول ما نبدا ناخد الافيلابيليتي. تمام، ايه الخطا او الخطا لو ظهر، ايه معناه او يقصد ايه هو، وممكن ما يكونش خطا، ممكن يكون رساله معينه كده بيقول لك الطيران خلي بالك في كذا كذا. يعني هنشوف ايه، هنشرح كل حاجه برضو فيها زي ما شرحنا بالتفصيل الحاجات اللي كانت مستخدمه يوميا، وهنشرح النهارده بالتفصيل ان شاء الله اللي هي مستخدمه اقل استخداما في سيستم اماديوس. تابعوا معايا، ويا ريت ما تنسوش بعد اذنكم بس تشاركوا الفيديو لاصحابكم عشان الفائده تعم للجميع. وشكرا للناس اللي بتعمل تعليقات جيده، يعني بالنسبه لي انا مش جيده بس، جيده جدا بس جيده بالنسبه اللي هشوف التعليقات بيستمر ويشوف الفيديوهات بيستفاد اكتر، لانه بامانه ناس كتير يعني اشتغلت من القناه، ناس كتير يعني بعيدها، والناس تاكد ان كنت انا كذاب يقول انت كذاب. تمام، ناس كتير اشتغلت من القناه. تمام، وعادي يعني اشتغلوا وتدربوا وراحوا خدوا الكورس فيديو اونلاين معانا كده على اليوتيوب معانا، وراحوا اشتغلوا عادي، الدنيا كانت بيس بالنسبه لهم وكانهم كانوا شغالين من زمان. ناس كتير اشتغلت والحمد لله، يعني انه ربنا جعلني ان انا سبب ان انا افيد الناس، وربنا يعني يجعلني ان انا افيدكم اكتر واكتر. وشكرا لكم جميعا، وشكرا لتواجدكم، سواء اللي بيعلق على تعليق سلبي واللي بيعلق تعليق ايجابي، او اللي عاجب القناه او اللي مش عاجب القناه، اهلا بكم كلكم. بس بعد اذنكم اللي عايز يعلق تعليق سلبي يا ريت، بس عشان زمايلك اللي مش لاقين اصلا حد او ما معهمش، انا اسف في الكلمه، ما عندهمش مقدره، حابين المجال ما عندهمش مقدره يروحوا كورس. تمام، فانت كده بتورطهم ان هم ما بيسمعوش الفيديوهات. والله العظيم يا اخوانا في ناس كتير وكومنتات كتير قديمه، وعملت عليها فيديو وشكرت الناس دي انه ناس اشتغلت من القناه، واللي انا بديه ده لو لقيتوه في اي كورس، اي احد خد كورس يعني بعد اذنك اشهد شهاده حق قدام ربنا ان كنت لاقي ربع الكورس ده في الكورس اللي دفعت فيه فلوس، قول لي او قول للناس. الحمد لله ناس كتير بتعلق على، انا طولت معلش، بس برضه لازم اقول لكم عشان في ناس كتير بتهدر التعب اللي انا بتعبه، وده مش مهم عندي، بس المهم انه اللي يجي جديد بيشوف التعليق ما بيكملش في القناه. بس للاسف انه فعلا انا شايف ان انا بديه من كلامكم انتم ومن شهادتكم انتم ومن كومنتاتكم انتم، انه في ناس فعلا اشتغلت بيه، وفي ناس فعلا ان هي خدت الكورس وبتقول ان انا بديه ده ما خدوش حاجه منه في الكورس ابدا، وفي ناس خدت الكورس وعايز تاخد الكورس معايا تاني. فشكرا للجميع، واتمنى من حضراتكم تشيروا الفيديو وتعملوا كومنت باللي انتم عايزينه او المطلوب مني ايه، اللي تحت امركم الحاجه اللي مش فاهمينها قولوا اشرحها تاني واعد لكم فيديو تاني. لو انت مش فاهمها في فيديو معين انا شاورت عليها، لانه في ناس بتسالني بتقول لي مثلا عايز نقطه كذا اشرحها، بقول لهم اشرحها في الفيديو الفلاني، ممكن ما اكونش فاهمها في الفيديو ده، لو عايز اشرحها لك تاني قول اشرحها لي تاني، او قول وضح لي النقطه الفلانيه دي بالذات، هعمل فيديو مخصوص زي ما كنت اعمل فيديوهات بالحاجات المطلوبه مني او الاسئله اللي كانت تجي لي. اي سؤال اي حاجه في بالك اعمل لكم كومنت بيها وانا هرد عليها ان شاء الله، ولو في لقيتها طويله الحياه عشان الرد في الكومنتات الطويل هعمل لكم فيديو بيها ان شاء الله. نبدا ان شاء الله بسم الله باهم الانتريهات الموجوده معانا اللي بستخدمها من فتره لفتره، مش دايما مش يوميه يعني. فصل مسافر من الحجز، يعني سبليت او ديفايد. بعمله امتى السبليت او ديفايد؟ انا مثلا عملت حجز لسه ما صدرتش، او صدرت، او هعمل ريشيو، هغير، هلغي، ايا كان يعني سوري، سواء صدرت او ما صدرتش بيجي للعميل والله لا ما خلاص انا ابني مش هيسافر معايا، صاحبي اللي كان معايا مش هيسافر، طب انا صدرت معلش اعمل ريفند للتيكت. تمام، يعني سواء صدرت او ما صدرتش اقدر اعمل سبليت لايه، للحجز، لحجز مين، لاسماء المسافرين. يعني انا عندي احمد ومحمود ومحمد
مسافرين مع بعض، محمد مش هيسافر، اقدر اعمل له سبليت ايا كان رقمه كان في البي ان ار اللي انا عاملها اللي هي دي. يعني الحجز ده سوري انا عملت له اجنور مش عارف ليه، الحجز ده انا عامله قبل ما اطلع لكم لايف، ما قبل ما اعمل لكم الفيديو تمام. كان معمول الحجز فيه ثلاث اسماء، فممكن واحد منهم ما يسافرش، فاذا ما سافرش واحد منهم مثلا محتاج اعمل له سبليت. طيب اعمل له سبليت امتى؟ اقدر اعمل سبليت امتى؟ ده لسه ما تصدرش. ممكن اعمل له سبليت دلوقتي مثلا، السناء مش هتسافر، مش سناء، خلينا في الطفل مش هيسافر الطفل مثلا، ممكن اعمل له سبليت، هاخد رقمه كام واعمل له سبليت لوحده. طيب انا صدرت ممكن اعمل سبليت؟ اه ممكن اعمل سبليت عادي، يديني كده كده هيديني ريفرنس جديد سواء عملت صدرت التيكت او ما صدرتش التيكت تمام. طب قبل ما صدر التيكت هو ممكن يقول لا خلاص انا هلغي مش هسافر، مش هسافر معايا، اديني انا والمدام بس مثلا تمام. طب بعد ما صدر التيكت عايز يعمل له ايه كده؟ هيعمل يا اما ريشو يا اما ريفند تمام. هم ممكن يخلي واحد لوحده او اتنين لوحديهم ايا كان، ممكن ثلاثه مع بعض يقعدوا، بس لو جاء عايز عايز انت عندك حيز فيه ثلاث اشخاص وعايز يغير لحجز واحد فيهم او يلغي يعمل ريفند لحجز واحد فيهم مثلا، اسم واحد فيهم، هتعمل له ريفند سوري سبليت الاول وبعدين تشتغل على البي ان ار بتاعتك. مش هينفع تعمل له ريفند على نفس الحجز ده، كده هيجي لك ديبت. هو ممكن ما يقبلش اساسا معاك تعمل ريفند لواحد بس، ممكن مجرد ما تشتغل تانجو روجر فازر بتاعت الريفند هيعمل لك، هيبدا الابلكيشن الماسك يجي لك للريفند توتال ريفند للباسنجر كله ممكن. او مجرد ما تعمل واحده ريفند هتعمل الباقي ريفند ما تضمنش. فالمفروض تعمله سبليت سواء ريشو او ريفاند، ما ينفعش تعمله لوحده وهو في الثلاث اسماء كده، لازم تفصل المسافر اللي انت عايز تعمله سبليت. طيب نعمل سبليت ازاي يا اخوانا؟ هنعمل سبليت دلوقتي للتشايلد ونشوف. اولا مثلا عندي خمس اشخاص او ست اشخاص عايز اعمل او خلينا مثلا في دول عايز اعمل سبليت لمسافر رقم واحد وثلاثة، ايهما افضل؟ ان انا اعمل اس بي 2 واخد رقم اثنين اخليه هو اللي يتعمل سبليت لوحده، ولا اخد اللي انا عايز اعمل لهم تغيير او ان انا عايز الغيهم البي ان ار او واعمل لها سبليت لوحدها؟ يعني انا اخلي اعمل اس بي اللي هو الانتري بتاعنا هيكون اس بي تمام، وبعد كده بدخل رقم المسافر. طب رقم المسافر احط رقم المسافر اللي انا عايز افصله، ولا احط رقم المسافر اللي انا عايز اخليه اساسي ومش عايز اغير عليه؟ لا انا احط رقم المسافر اللي انا عايز افصله، لان ده هيديني البي ان ار جديده تمام، والمسافر القديم هيبقى في البي ان ار القديمه زي ما هي. فيفضل احط ارقام، يعني اعمل اس بي 1 هايفن قلنا وين عفوا كوما كوما قلنا يعني و، لو رقم مش متسلسل و اس بي 1 و 3 هيعمل لي اس بي 1 و 3 تمام، هياخدهم لوحدهم في نيو يعني خلاص في حيز جديد لسه ما مظلوش ريفرنس في اماديوس. بعد ما خلص الخطوات هيظهر لي اهو، حتى بيقول لي ان ام يو كذا كذا كان في موجود مع الحيز الان ام يو الحيز الاساسي بتاعي، بيقول ان الحيز هيبقى كان لا هيظهر لي بعد كده تاني انه ده مفصول من الحيز كذا. طب انا عايز افصل واحد بس دلوقتي، خلي الاثنين زي ما هما، هنعمل اس بي 1 تمام. اس بي 1 يعني سبليت نمبر 1، بعد كلمه بعد سبليت نمبر 1 هعمل ايه؟ ريسيف و اي اف. ريسيف قلنا ريسيف اللي هي الامضاء او توقيع الموظف ار اف، فدي اسمك تمام. ايه تاني؟ اي اف تأكيد عملية الفصل وحفظها اللي هو end and file. end file يعني انهاء الملف، اي اف او فايل اللي احنا عملنا اهو، يعني خليل اللي احنا خليل خليل الفصل اللي احنا يعني تتمم لعملية الفصل سوري، يعني تأكد لي فايل اللي احنا عمل الفصل اللي احنا فصلناه ده تمام. بعد كده بعمل ريسيف اي ار بيخلص معايا الحيز، ار اف تاني تمام، اي ار بينتهي معايا الفصل. لحظة وارجع لكم اخوانا. كده انا اتعملت سبليت للبي ان ار بتاعتي لاسم واحد بس اللي هو الطفل تمام. ظهر لي هنا الريفرنس بتاعه، بيرجع لي لما بيجي بعد ما اخلص الفايل هو بيفصله لي تمام، بيروح للبي ان ار جديدة، بس بيرجع لي الاصل التيكت نفسه او البي ان ار اللي انا عامله نفسه تمام، بالريفرنس نفسه الاساسي اللي انا كنت عامله، بس بيديني تحت بيقول لي ديسبلاي هنا خلي يعني زي نوت كده سبليت 25 ديسمبر اف اي يو اس اليوزر بتاعي والاوفيس اي دي، انه الريفرنس ده هو اللي اتعمل له سبليت اس ار تي سلاش سوري ار تي، واخد الريفرنس نمبر ار تي اخده كوبي بيست تمام، هيفتح لي معايا بي ار بي ان ار جديده. طيب دي لو مش متصدره طبعا هعمل له اكس اي، خلاص هو مش عايز يسافر
طب لو متصدره مثلا وعايز اغير له، طبعا الطفل مش ما ينفعش يسافر لوحده، اي نعم تمام، بس احنا في الحاله دي طالما فصلناها وطفل لوحده اكيد هيعملها ريفند، او يروح يملى ابلكيشن مع الطيران انه انا ابني عايز اسافر او موافقه ايا كان، تمام. فانت بتشوف الحاله ايه عشان ما تقولش لا ده الاستاذ فادي حادثه عمل للتشايلد وهيصدره لوحده يقدر يسافر لوحده عامل زيه. لا، لو والده مش هيقدر يسافر معاه وعايز يغير التواريخ دي وهيسافر الطفل لوحده، بيروح للطيران يشوف ايه ايه الامكانيه اللي هو يقدر يسافر ولا ما يقدرش، وكام سنه. يعني في طيران يكبر من 8 سنين، في طيران يكبر من 5 سنين، في طيران من 3 سنين يقبل الطفل على الطياره بتاعته، بيعمل له سيرفيس معينه كده اللي هي ميت اند اسيست او هيلب اند اسيست، حاجه زي كده يعني. تمام، في كل طيران بيسميها حاجه معينه، اسم معين للسيرفيس دي، اللي هو ياخد الطفل، مضيفه بتاخده او مضيف بياخده من الكاونتر، من حد بيسلمه له مثلا في الكويت، ولما يوصل القاهره والده او اي حد او والده بيمضي تعهد انه فلان فلان هيستلمه في القاهره او يسلمه في الكويت بالشكل ده. تمام، بس وليكن احنا طالما عملناها هنعملها، هي لسه ما تصدرش، بس لو كانت متصدره هنعمل لها ريفاند بالانتري بتاع الريفاند بتاعنا. تمام كده، حلو. طيب دي مش عايزينها، هنعمل لها اكس اي كده. السبليت كله اكيد واضح معاكم وشرحناه قبل كده برضو، وترجع لحلقه السبليت، بس انا قلت عشان احنا بندي الانتري فبقول بحيث بشرح لكم بالمره عشان يبقى، لو انت مش عايز تراجع الفيديوهات كامله على بعض كلها، تراجع الفيديو ده بس او الفيديوهين دول بس، اللي هو انت لو انت لسه سنه 2 3 في الشغل يبقى انت عندك الانتريهات المستخدمه يوميا. ممكن ترجع لو حاجه وقفت معاك مثلا في حياه تفتح يعني دي تفتكر بيها الفيديو، هذا آه في انتري معين انا عايزه، او آه حاجه حصلت معايا ارجع للفيديو كذا، عارف الفيديو اللي هرجع له، عارف الورد لما ينزل الورد هتعرف الورد اللي المكان اللي هتتوجه ليه. بس برضه بشرح لكم عشان مش عايز اقول لكم الانتريهات وخلاص وبعد كده ارجع ما عملتش حاجه، هترجع كل فيديو تدور على الحاجه، لا فانا جبت لك الانتريهات اللي بناخدها كلها ونشرحها ان شاء الله مع بعض كلها. طيب في حاجه تانية عندنا اللي هي، وسؤال اتسأل من كام يوم كان في كومنت برضو، سؤال جميل جدا، لو انا عندي، لانه دايما بنعملها، لو انا عندي رحله ذهاب ايكونومي وذهاب بيزنس او العكس، وعايز اسعر اجيب ارخص سعر، تمام، بس مش عايز اغير الكلاسات طبعا، او مش عايز اغير الكابن نفسه، مش الكلاسات، سوري الكابن نفسه، خلي البيزنس بيزنس والايكونومي ايكونومي، يعني زي 15 يناير ميلان مثلا سلاش اي كي، تمام، على الاماراتيه، رايح على ضريه البيزنس ناخد تشارلي سيت 1 تشارلي 1، حلو. طب وراجع انا على دي 15 يناير مثلا 30 يناير على الايكونومي هاخد سيت 1 فيكتور مثلا، فيكتور متاحه هنا، خلينا في ليما عشان فيكتور وتانجو مش متاحين، سيت 1 ليما 11، تمام. انا عملت اف اكس ار كده، ايه اللي هيطلع لي؟ هيسعرها لي لارخص حاجه على الطياره، ملوش دخل بالكابن اللي عندي ايه بقى. هو زمان يعني كان ما فيش انتري عندنا في اماديوس زمان معين لكده، كان اول كنت اخد البيزنس لوحده، سوري البيزنس وذهاب وعوده ايكونومي او العكس، اعمل الاف اكس ار بتاعي يديني البيزنس تشيبر كلاس والايكونومي تشيبر كلاس عادي. بس دلوقتي لا، بعد الابديت بتاع اماديوس صار انه لازم ادخل انتري معين. ايه هو الانتري معين؟ اول حاجه اف اكس ار سلاش كي، طبعا هنرجع شود بي تشارلي 1 هايفن 2 عشان نعملهم نخليهم بزنس زي ما كانوا، وندخل الانتري بتاعنا اف اكس اكس سلاش. طب لحظه بس عشان عايز اوريكم حاجه، نخليه اعلى كلاس، جاك كلاس شود بي جاك 1 هايفن 2، تمام. انا دلوقتي عايز اسعر البزنس زي ما هو والايكونومي زي ما هو، عامل اف اكس اكس سلاش روجر كيلو، سوري اف اكس سوري كيو من غير روجر، سوري اف اكس اكس سلاش كيلو، ليه كده؟ اف اكس ار سوري اف اكس اكس مش شغاله لانها كانت شغاله لسه، انا امبارح مجربها. اف اكس اكس سلاش كيلو انفرت فورمات، مع انه الاف اكس اكس اصلا لوحدها هتسعر لي على الطبيعي يعني. شود بي جاك 1 هايفن 2 اف اكس اكس سلاش
شوفوا عشان انا عملت الاف اكس ار فجايب جبلت معايا على طول من غير الكي، لما دخلت الكي قال لي غلط، بس المفروض ان هي اف اكس اكس ما بتجيبليش الاثنين مع بعض. جربتها اكتر من مره، خلينا نجربها مع بعض. هنا ثاني برضو اي ان 15 جان ميلان سلاش اي كي والعرض 30 جان خلينا سلاش كابن تشارلي يعني بزنس وسلاش كابن يانكي يعني ايكونوم سلسيت 1 جاك 1 والعودة فيكتور او ليما 11 اف اكس اكس. شوفوا بقى ايه لما انا عملت هنا اف اكس ار سلاش كيلو 1 على طول صعرها لي وثبتها لي، او اف اكس اكس سلاش كيلو اف اكس اكس لو عملت اف اكس اكس بعد كده هيجيبها لي لانه خلاص اخترت. شايفين لما عملت اف اكس اكس بس، طب خلينا نشوف اف اكس اكس كيلو انفلت فورمات برضه. يبقى كده الاف اكس اكس كيلو مش هتشتغل الا على بعض الرحلات او بعض الطيران، لان معنا الاماراتيه نفسها بتجرب نفس الرحله نفس الخطوط ما اشتغلتش. فانا هعمل ايه؟ هختار ارخص حاجه. تمام، هعمل ايه برضه لو انا عايز، طب انا دلوقتي عايز الكلاس ده بس، لان انا ممكن يكون عندي الكلاس ده مثلا مش عايز الكلاس اللي بعده مثلا، او مش متاح الكلاس اللي بعده. تمام، بعمل اف اكس اكس مش جايب لي ده كله. حلو، لما اعمل اف اكس اكس ايه اللي بيديهولي؟ بيديلي هنا ايه الكلاسات اللي متاحه مع بعض. تمام، يعني مثلا بيقول لك الجاك مع الجاك، الجاك والكيلو ما يجيبها ليش طبعا، لانه هو بيقول لي انك انت لازم بزنس، لازم الكيلو من لوحده او البزنس لوحده. ممكن لو اخترت من دول يسعر معايا في حاجه منهم حاجه برضو، بس مش هيسعر لانه مش هيغير لي الكلاس. تمام، طب لو عملت اف اكس ار سلاش كيلو هيديني ايه؟ هيديني الارخص بدل الكيلو الجاك غيرها لي لتشارلي. تمام، وبدل اللي ما غيرها للكيلو. لو تلاحظوا الكلاسات كلها اتغيرت. حلو، حتى اداني ديسبلي 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 معناها تشينج اتغيرت، اداني السعر السعر بس برضه ذهاب بزنس وعوده ايكونومي. طيب انا ما رضيش يسعر معايا بالاف اكس اكس سلاش كي طبعا، خلاص بيقول لي انفاليد فورمات. طيب انا عايز يعني عايز ارجع انا للجاك، شود بي جاك 1 هايفن 2، هل هيسعر لي كده هيديني السعر مظبوط او يديني ارخص سعر؟ هيديهولي طالما انا عملت اف اكس ار سلاش كي واداني ارخص سعر. بعد كده لو اغير الكلاس لان انا عايزه الاعلى منه عشان يديني ايه اف اكس اكس عادي بعد كده. ده لو ما اشتغلتش الاف اكس اكس معايا سلاش كي عشان يسعر لي على نفس الكلاسات اللي واخدها، هعمل اف اكس ار الاول وبعد كده اعمل اف اكس اكس عادي بعد ما اغير الكلاسات. اعمل شوت بي كي 1 جاك 1 هايفن 2، هغير الاول الجاك وبعد كده ايه هعمل انتري بتاعي. بيقول لي نوت افيلبل كمان دلوقتي. حلو، عشان انا واخد الاثنين المكان اساسا هنا. ماشي، فا اف اكس اكس سلاش كيلو دي المفروض بسعر زي الاف اكس اكس ري اكس ري الاولى لما كنا بنسعر بالاف اكس ري اكس ري، مش كانت بتيجي بسعر لي لنفس الكلاس؟ احيانا بيقول لي انه ار بي دي لو الكلاس مش موجود عليه مش متاح عليه السعر او وقت التايم بتاعه راح السعر، المفروض كان السعر مثلا على الكيلو كلاس لحد مثلا 20 ديسمبر واحنا النهارده 25، هيقول لك لا خلاص ده مش مسموح عليه التسعير حاليا، سعر على الاعلى منه. صح، نو ار بي دي لما تيجي لك دايما دي. فالمهم دلوقتي ان احنا عرفنا حي ان احنا الاف اكس اكس بتشتغل معانا دايما، بس مش هقعد ادور على اي طيران اشتغل عليه. المفروض اكس اكس سلاش كي يديني نفس السعر نفس الكلاس بزنس جاك والعوده مثلا يانكي مش مهم، هيديني بس مش راضي يعملها دلوقتي. هنعمل اول اف اكس ار وبعد كده نرجع نغير الكلاسات تاني اف اكس اكس بس لوحدها هترجع هتديني السعر. اكيد فهمتوا، انا طولت معاكم شويه بس معلش عشان تفهموها اكتر يعني. تمام، طيب نيجي بعد كده لايه؟ لحاجه اسمها الديكود والانكود، بس ما بنستخدمهاش دايما برضو في اللي هو في ايه؟ مثلا عايز اعرف الاسم طيران معين، مثلا كود طيران معين الريفرنس دونت نو ايرلاين دونت نو ايه اللي هو دونت نو ايرلاين اير فرنس الطيران الفرنسي مثلا. تمام، جايب لي هنا الاير فرنس الكود بتاعها اللي بيكون مع الحجز بتاعي. تمام، وبيكون بيطبع في الايجنت كومن للعميل برضو. اي اف ار ده الكود في الاياتا في الطيران المدني نفسه، و 057 ده كود التيكت بتاعتي السيكونس نمبر، التيكت نمبر نمبر المتصدر ده بيكون بدايه التيكت بتاعها، والاير فرنس دي اللي هي جايب لك اسم الطيران نفسه. طيب لو برضو عندي كود الطيران نفسه برضو دونت نو ايرلاين روجر فازر، هيجيب لي ان هي سوري اف ار AF رجل فضل دي FR دي فرنسا نفس AF اللي هو برضو جايبها لي نفس الفكرة بنفس الطريقة. تمام، بس هنا انا حطيت له الكود جاب لي تفاصيل
اللي هو اي اف او اي ار كذا كذا رقم الرحله، هي انا جابها لنفس نفس اللي هنا، بس انا عملت النيم هناك وده حط الكود. طيب ايه تاني؟ الايرباص، يعني مثلا انا عندي مثلا اكوبمنت كود هنا كود، يعني مثلا عندي هنا مثلا 777، هي بوينج 777، العميل عايز يعرف ايه هي دي، او الايرباص ايه هي، او البوينج ايه هي. تمام، ممكن اجيب البوينج احط له مثلا دونت نو اكويبمنت، تمام 777، تمام اداها لي ان هي بوينج 777 من 200 شخص ل 300 شخص. تمام، والجيت بتاع البوينج من 241 شخص ل 440 شخص، و 777 ده الكود بتاع الطياره نفسه. ماشي، تمام كده. بعدين معانا لو معانا سواء ايرباص او بوينج ممكن نكتبها برضو، او 747 777 وات ايفر. تمام، بعد كده في حاجه معانا عايزين نعرف الوقت المعين، وقت معين في دوله معينه او مدينه معينه في الدوله، مثلا في القاهره، في لندن، في باريس، في اي كان. هنعمل دي. تمام، بعد كده هنعمل باريس مثلا، هدينا الوقت وهدينا الفرق بينه وبين الوقت بينه وبين الدوله الثانيه. يعني انا في الكويت حاليا الساعه 5:58 دقيقة، هم عندهم 3:58 دقيقة. تمام، هنا الساعة 5:58 هم 3:58. قال لك باريس is 2 hours من ليترز، يعني سبقنا بعد، يعني قبلنا بساعتين، احنا سبقينهم زيادة بساعتين كده. تمام، طيب بعد كده في حاجة اللي هي اسمها other service و remarks اللي احنا ممكن نضيفها على الحجز. مثلا كنا بنضيف بيها زمان الـ OSCD، كنا بنضيف بيها على الحجز الحجز اللي احنا كنا مسوينه فين؟ تمام، كنا بنضيف على الحجز زمان الـ OS، مثلا دي على طيران ايه، او واي واي عادي، على كيو باكس سي تي سي، دي كنا بنضيف بيها الرقم العادي، نضيف رقم العميل عادي. تمام، كنا بنضيف بها رقم العميل، فموجوده ان احنا بنضيف رقم العميل بيها، كان الاول، فبتضاف لي مع رقم العميل زي الاس ار سي تي سي. طيب ايه اللي ممكن استخدمه بيها دلوقتي؟ ان انا مثلا عايز ابلغ الطيران انه الباكس في اي بي. تمام، عايز ابلغ الطيران مثلا، احيانا الطيران لو مثلا في حرف غلط مثلا هنا، تمام سناء مثلا نسيت حرف الاي، مثلا اكتب له او اس باكس نمبر 2، تمام اكتب له اسم المطير سناء مثلا، كتبت اعتبرني كتبته مثلا 1 لتر مس مثلا، اكتب له المسج اللي انا عايزها. تمام، دي فري تكسس بعديها، بس في حاجات معينه بتدلك الطياره ممكن تحطها في الريشيو، ممكن تحط نوت، بس في الريشيو بنحط نوت بالاندروسمنت بوكس، مش محتاجينها، فدي مش كتير استخدامها حاليا. يعني اللي كتير استخدامه هو السيرفيس ريكويست، اللي هي يعتبر كاني بعمل اي ام دي. تمام، ومعظم السيرفيس ريكويست حاليا بقت مدفوعه، الا حاجات طفيفه منها ما بقتش مدفوعه. الولد شير على معظم الطيران مش مدفوع، الفيجيتابل ميل او السيرفيس ريكويست الوجبه معينه مش مدفوع، لانك انت اوريدي ليك وجبه على الطيران، فبتطلب الوجبه بتاعتك الخاصه بيك، فيجيتابل ميل مثلا، نون مسلم ميل، سوري مسلم ميل مثلا، لو انا طياره مثلا راح امريكا راح اوروبا، في بيقدموا لحوم مش محرمه مثلا بالشكل ده، فانت بتاخد الكود بالاس ار، وبعد كده مثلا عايز اخلي مثلا فيجيتابل ميل للكود بتاع الوجبه في جي ام ال. تمام، هحط اس ار في جي الفيجيتابل ام ال الميل، مثلا احدد الباسنجر سلاش مثلا 1، لو ليهم كلهم مش هحدد حاجه، اس ار في جي سوري باكس 1. تمام، اهو ده من ضمن الرسائل اللي ممكن ناخدها، invalid format not entered srvg، اشوف ايه اللي ناقص في يعني معظم اللي هناخده ان المسجات بتجي لك من الطيران، انت عملت حاجه غلط في الانتري اللي انت دخلته، ما دخلش الانتري، فايه اللي ابص عليه؟ انا داخل الانتري srvg ده الانتري صح، طب ايه اللي بعد كده سلاش بي سلاش 1، لا احط بي 1 على اساس انه توصل لباسنجر 1، فهبص هلاقيها تظهر لي هنا اس ار في جي فيجيتابل ميل سلاش باكس 1. عايز احدد السيجمنت واحد او اثنين، سيجمنت واحده او الاثنين براحتي، لو انا سبتها كده هتحط السيجمنت اثنين سيجمنت، هو حتى يجيب لك ثلاثه واربعه، لو حددت سيجمنت ثلاثه بس. تمام، بيقول لي اس ار نوت كرييتد دوبليكيت ميل، المفروض ان انا حطيتها كده فجت لي دوبليكيت، همسح دي عشان اعرف احطها
لواحده بس، هي اتكنسلت اوريدي. لا ما اتكنسلتش، هعمل اكس اي. طبعا قلنا اكس اي ديليت واحد سوري 10 9 و10 تمام، اللي هم بتوع الوجبات اللي انا ضفتهم تمام. وبعد كده ارجع اضيف الايميل الوجبه الميل لي مثلا سيجمنت 3 بس، وضاف له سيجمنت 3 بس لباسنجر واحد، سيجمنت 4 سابها زي ما هي، هو راجع ياكله اللي ياكله، او ممكن يضيف له بعدين قبل العوده بيومين ثلاثه عادي. اي سيرفيس ريكويست يا اخوانا بيطلب المفروض قبل الطيران بين 48 ساعه او يفضل 73 ساعه فوق. العميل جه النهارده وتطلب له النهارده، اكد معاه ممكن ما يتاكدش الطلب بتاعك. ليه؟ لانه لازم الطيران بيجهز الطيار، يعني الطيران اي طيران في العالم بيطير بيجهز الطياره بتاعته من الطلبات المطلوبه منه، سواء مثلا حد عايز يقول تشير بيجهزه له من قبلها بيومين، بيكون عاملين حسابهم الطياره ده لسه كذا تاريخ كذا معها يقول تشير الوجبه الفلانيه مطلوبه من فلان لازم، لانه ده هي بطبيق معينه كده تمام، لانه الوجبه بتبقى ثابته في الطياره مثلا، فانت هيجيب لك سبيشال ميل كده، سبيشال ميل يعني هو هيجهزها لك مخصوص، انت قبل الرحله بساعتين هيجهزها لك فين، والاكل جاهز مثلا من 5 ساعات 6 ساعات مثلا، وليكن من امبارح مثلا ايا كان. ومعظم الطيران بيجيب الاكل مغلف، يعني انت ما فيهوش تسخين او ما فيهوش يعني، فممكن يجهزوه من يومين ثلاثه، فيفضل تطلبها او تبلغ العميل لو طلبتها له قبل اقل من 48 ساعه تقول له ممكن ما تتاكدش لانه لازم 72 ساعه 73 ساعه قبل السفر. طيب في حاجه تانية مثلا عايز اضيف الفريكوينت فلاير نمبر اللي هو باكس ممبر او عضويه العميل او عضويه المسافر على الطيران. انا مثلا ده مسافر على الكويتيه تمام، واحد عنده نايف ده عنده مثلا العضويه بتاعته، هضيفها له ازاي؟ اف اف ان واحط كود الطيران فريكوينت فلاير نمبر، واحنا اخذناه قبل كده برضو، بس وليكن هحط بس انا هاخد الرقم ده هايفن، بس ده مش هيظبط لانه الرقم غير صحيح، بس هعمل هايفن، خلينا نعمل هايفن اي رقم سلاش باكس 1 مش هيظبط لانه فريكوينت فلاير نمبر نوت فاوند مش موجود، فاذا مش هينزل على الحجز، لازم يكون صحيح 100% عشان ينزل على الحجز. طبعا الفريكوينت فلاير نمبر ممكن تنصح به العميل، انت لو معاك عميل بيسافر دايما بص يا فندم انت بتسافر على الطيران القطري دايما، طب بص حضرتك مثلا تروح تعمل عضويه عنديهم، تعملها في المطار او تعملها في مكتبهم، كل ما تسافر نحط لك رقم الكود كارت العضويه ده على الحجز بتاعك، ويعطوك نقاط، بيعطوك ممكن رحله مجانيه، يعطوك مثلا لو انت عايز عندك رحله ممكن تدفع نص ثمنها ايا كان، بس بيديك نقط بيديك فايده لانك انت بتسافر على الطيران ده كتير، دي كده تخدم المسافر بتاعك، وبعد ما ياخد التذكره مش هيروح لحد العميل غيرك يعني الموظف غيرك عفوا، بعد كده مش هيروح لشركه ثانيه، هيجي لك انت انك انت خدمته في حاجه ما كانش يعرف عنها. فبلغوا العملاء بالحاجات دي يا اخوانا، دي بيستفيدوا منها برضه يعني. تمام. في برضه عندي ثاني في حاجه اسمها المينيمم تايم او الماكسيمم تايم، برضه اعرف منها الحد الادنى والحد الاقصى المسموح للترانزيت بتاعي. طب اعرف ازاي يعني هيكون ازاي الكلام ده؟ بالانتري دي ام برضو اللي هو سلاش دي ام 2 سلاش 3 سيجمنت 2 سيجمنت 3 مع بعض. طب اعرف ازاي سواء من داخل الحجز او من برا الحجز؟ يعني دي ام انا هاخد رحله كده تاني مثلا اي ان دي سوري 20 جولاي بانكوك، هاخد اي رحله ترانزيت من اللي هتظهر لي قطر ايرويز تمام، هعرف الحد المسموح لي ايه، عايز اعرف الحد المسموح لدي ام 1 هايفن 2 دي الترانزيت بتاعها ساعه، هل ساعه ده يكفي يكفي للموظف عفوا للمسافر عشان يسافر يتنقل من طياره لطياره، مع انه يعتبر مطار الدوحه في نفس التيرمينال اهو، يعني الاثنين في نفس التيرمينال هنا يعني التيرمينال 1 الكويت، هنا الدوحه هتبقى نفس التيرمينال، ما فيش ارقام تيرمينال عندهم معينه، فهو ترمينال واحد او صاله واحده بس اللي بيطلع وبيطلع منها العميل، بيقول لك محتاج 45 دقيقه ساعه تكفي تكفي، واحيانا هتحط نفسك في الامان انت والمسافر يديله ساعه ونص او ساعتين الرحله الاطول، ليه؟ لانه ساعه هي ما بيكفيهوش برضه، هم حاطين 45 دقيقه بس العميل لا مؤاخذه والمسافر او انت نفسك لو مسافر مطار اول مره تنزل فيه او ايا كان محتاج تتمشى هنا تتمشى تروح تشرب كوبايه شاي تروح تشرب سيجاره تروح مش عارف، ممكن العميل يسهى عليه وما على ما يوصل من البوابه، يعني مثلا هو التيرمينال جوه متقسم جيتس، الجيت مثلا واحد هو في جيت 50 في جيت 20، هو اول ما ينزل يقعد في جيت واحد ويشرب شاي وقهوه ويستكن وزي الفل، قبل الطياره ب 10 دقائق يفكر يروح جيت 50، على ما يوصل جيت 50 دي 10 دقائق ممكن ما يجيبوش ماشي مثلا تروح على الطياره، حتى لو اخذ ساعه ترانزيت وهي الاساس 45، فانت خلي نفسك في الامان تمام، مطار زي الدوحه ده خليه ساعتين لانه في ناس، وتركيا برضو اسطنبول برضو خليه ساعتين، ال 45 دقيقه بيديها اوكي كافيه كطيران وهو مقنن كده،
ومقنن وضعه هو عارف ايه اللي هيحصل، بس ما للاسف المسافر ما بيلحق شيء، لان المسافر اللي بيتاخر مش الطيران اللي بيتاخر. تمام. طيب لو هي في الحجز، بس الحجز مثلا كان كده كده انا باخد رقم السيجمنت، حتى لو هي في حجز الاسماء الاول بتظهر لي في السيجمنت في البي ان ار بتاعتي بيظهر لي رقم المسافر 1 و2 و3 و4، السيجمنت ده لو كان 5 و6 ورا بعض هعمل دي ام 5/6. تمام. هنا دي دي لندن قلنا برضه عشان معرفة الوقت في مدينة ما اخذناه هنا فوق. طيب ايه تاني في عندي؟ انتري مهم جدا. احيانا الطيارة لما تفتكروا في الاف اكس دي احنا كنا بنعمل ايه، ام بي تي، يعني اف اكس دي 20 ديسمبر مثلا، او خلينا نقول مثلا 20 جولاي مانيلا /ام بي تي، عشان يظهر لي رحلات الاطول ترانزيت اللي ما بتظهرش، او لو الرحله فوق 8 ساعات ترانزيت مثلا ما بتظهرش احيانا. تمام. زي الفلبينيه مع القطريه، الفلبينيه مع فلاي دبي ما بتظهرش عندي الا بالام بي تي. تمام. ف الرحله دي ممكن اجيبها ازاي؟ او ان انا عايز اجيب رحله لو هي بعد الساعه 12 بالليل ترانزيت وترانزيت فوق 8 ساعات ما بتظهرش في الافيلابيلتي العادي، دي حاجه، وفي الاف اكس دي كذلك، او لو هي اكبر من 24 ساعه ترانزيت حتى بغض النظر مسموح ولا مش مسموح للمسافر يقعد ترانزيت، بس انا عايز اظهر الرحلات دي، فممكن نعمل 7 جولاي مثلا مانيلا ونشوف ايه اللي هيظهر. بس على الطيران بس الاسيوبي واقف اصلا مانيلا دلوقتي، ما بقاش يعني كويت دي سبابه دي سبابه مانيلا، لا بقى دي كويت دي سبابه دي سبابه دبي دبي مانيلا. تمام. هياخد بي ار من مانيلا. طيب لو عملنا الانتري العادي هل هيظهر ده كله؟ اي ان كم جولاي دي؟ 7 جولاي كويت مانيلا /AET، مظهر ليش حاجة. شفتوا ازاي؟ يعني انا في رحلات على اثيوبيا هنا عم طويلة بغض النظر عن الرحلة ينفع اخدها اصلا ولا لا، ولا المسافر ينفع ياخدها ولا لا، بس الفكرة انه انا اقدر اجيب اي طيارة، ممكن احط مثلا كيو كويتية، ممكن احط اماراتية، اي طيارة. بس انا بديكم مثال حي عشان تعرفوا الفرق، ان بالافيلابيلتي الجديد يعني ممكن يكون مثلا واحد جاي لي انا عايز رحله اللي هي دي، تمام، اول واحده واخدها واتصل بالطيران هو او هو راح الاثيوبيه واخدها منها، راح السفاره قال له اوكي تقدر تسافر بدون فيزا، انه ممكن ادور ممكن الاقي يحتاج فيزا مثلا لو دبي مانيلا لازم يحتاج فيزا للعميل مثلا. تمام. هي الترانزيت ده العادي، ده الترانزيت العادي رايح دبي، بس دبي انت معاك فيزا ليها ما فيش. تمام. بس انا لو مثلا معايا فيزا دبي خلاص مش محتاج وهكمل لمانيلا معايا. تمام. لكن لو معيش فيزا هل محتاج فيزا في دبي ولا لا؟ العميل هينزل كويت دبي، كويت ادي صبابة، اوكي ادي صبابة دبي دي، انا معايا فيزا لدبي مثلا وضحت، او حتى لو ادي صبابة برضو هل معايا فيزا ادي صبابة لو لازم ترانزيت مثلا 14 ساعة 20 ساعة. فلازم بغض النظر على الحتة دي انه اللي يحتاج او محتاج دي انت بترجع فيها الطيران عامة، ما اقدرش اقول لك اوكي ولا لا. تمام. لانه كل يوم القانون بيتغير عامه، دبي قطر السعوديه، تمام، سوري دبي قطر بحرين عمان، الترانزيت لحد 24 ساعه فيها مسموح عادي، بس ممكن بكره يتغير، فما اقدرش اقول خدها الصبح، قاعده ثابته الحاجات دي ما ينفعش. احنا الانتري سيستم بتاعنا قاعده ثابته وشغل ثابت ما بيتغيرش، بس انك انت في التكنيكال دي لازم ترجع للطيران او ترجع للسفاره تخلي العميل بنفسه يسال عشان تطلع نفسك من المسؤوليه، ممكن يروح مطار ما يتقبلش. فاحنا احنا بنتكلم كطياره حجزها على السيستم مدينا الابروف ان احنا نحجز، بس المسافر لازم تعرف هل محتاج فيزا في اي دوله من الدول دي ولا لا. تمام. زي ما قلت لكم اي جنسيه مسموح لها ترانزيت لحد 24 ساعه، السعوديه اخرك 8 ساعات، والسعوديه مثلا لو رايح كويت رياض، رياض جده، جده مانيلا، ما ينفعش الرحله دي بتاتا ما تاخدهاش حتى لو ترانزيت ساعه، لانه بعت لنا ايميلات قبل كده لازم فيزا، ممكن بعد شويه يقول لك عادي خد الرحله دي عادي ما فيش مشكله خدها، والمسافر يسافر المطار داخل المطار داخل عادي في دبي في السعوديه ويروح لاي دوله ثانيه ما فيش مشكله، بس حاليا لا ممنوع، والترانزيت بتاعهم اكتر من 8 ساعات ما ينفعش، لذلك احنا اي رحله اكتر من 8 ساعات ما بناخدهاش، ما بنسالش الطيران لانه بعت لنا ايميل رسمي مش محتاج اسال الطيران. وصلت يا اخوانا؟ بس انا بوريكم ازاي لو الرحله مش متاحه معاك وحد جاب لك رحله بنفس التفاصيل دي ومش متاحه، الانتري بتاعها اهو اي ان، بتحط الطيران الاول قبل ما تكمل رحلتك وتكمل تفاصيل رحلتك عادي. AN تحط الطيران اللي انت عايز تسافر عليه ET مثلا الاثيوبية وتكمل 7 جولاي مانيلا. تمام. طيب ايه الاف كيو تشينج؟ انا طبعا ده الجدول ده اخواننا طبعا اللي عايزه بعدين لسه انا هظبط هكتب، بس انا بشرح ادينا اهو لسه الكلام ده انا هوضحه اكتر في حاجات انا كاتبها كده بس عشان انجز واعمل الفيديو، فانا حاجات كاتبها مش كاتب قصادها ايه بتاعت ايه، فدي مثلا تغيير العمله
تغيير العملة مثلا، تمام. if you could change تغيير العملة، امتى بحتاج لتغيير العملة؟ بحتاج لها دائما في الري ايشيو، او عميل بيسالني مثلا تذكره بالدينار، احيانا السعوديين بيجوا عندنا هنا، الاخوه السعوديين بيحجزوا عندنا، ممكن اقول له مثلا if you could change 100 كويتي دينار كم سعودي؟ مثلا اس اي ار سعودي ريال يديني مثلا هي سعودي ريال 105225 دينار. طيب في ايه ثاني ممكن استخدم تغيير العمله؟ تغيير العمله مثلا لو حد مسافر برضه وبيسالك ال 1000 جنيه مصري بكم يورو بكم جنيه استرليني برضه، واكواد الاكواد دي خدناها قبل كده، تمام. مثلا في الريشيو انا مثلا عندي 100 دولار 100 يو اس دي ما يعادل 30 دولار، هعملها بالكويتي دينار، اغيرها الكويتي دينار، تغيير العمله بمعنى صح، وطلعت 31 دينار، تمام حلو. فممكن اغير لما يطلب مني الريشيو، يقول الكوميشن الرولز بتاعت التغيير بتاعتنا 20 دولار، تمام خدها هتعملها 20 دولار. طب انت ما بتدفعش بالدولار في دولتك، او انت السيستم بتاعك شغال بالمصري باليورو بالدولار ايا كان، فانت بتحول للعمله اللي انت شغال بها محل في بلدك بس مش اكتر. طيب ايه تاني؟ بي في تشارلي. بي في تشارلي دي مهمه جدا يا اخوانا، دي اللي هي بيها بجيب او بعرف الصلاحيه اللي عندي، الطيران اللي عندي اللي اقدر اصدر عليه. طبعا بيديك تفاصيل السيستم بتاعك هنا، نشرحها بس نشرحها تاني. هنا اللي بدور عليه ليست اوف اوزريشن اي يو تي اتش اللي هو اوزريشن تيكت كارير، دي اللي هي مسموح لي ان انا اصدرها، تمام، اللي هي اصدر عليها اللي انا اطبع عليها تذكره. الحاجات دي كلها مسموح لي اصدرها، الحاجات دي مش مسموح لي اصدرها. وصلت يا اخوانا؟ يعني البي سي عندي، البي ار دي عندي برضو، بس طبعا مش شغالش من الكويت دايركت دلوقتي. الرويال جوردانيان ماشي مفيش مشكله، الرويال فايف، الرويال اوسكار، الاس ام، ده كله موجود عندي. حلو، دول مش موجودين عندي، فدول ما اقدرش مش دول، هم فيهم متشابهين. سوري انا عايز اقول لكم حاجه، انه في متشابهين بس في حاجات هنا طالما مش موجوده هنا يبقى انا ما اقدرش اصدر عليها، تمام. الاس 3 موجوده، تمام، زي الكي كي، الكي كي لو هنا مش موجوده خلاص الكي كي مش موجوده كده ما اقدرش اصدر عليها. الكيو 8، الكيو 8 موجوده هنا، لا مش موجوده كده ما اصدرش عليها. وصلت؟ فدي بيديني الطيران المصرح ليا ان انا اصدر في الحته دي. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها اجريمنتس بين الطيران. ايه الاجريمنتس ده اللي شرحناه قبل كده؟ في اجريمنتس بين الطيران، واجريمنتس بين شركه النقل نفس شركه النقل والطيران المدني، في شركات النقل اللي هي الطيران والطيران طيرانين مع بعض على مستوى العالم، اللي هم مسموح لهم مثلا يصدروا على اي واحد، ممكن تختار مثلا كويتيه وتصدر على المصريه او مصريه او العكس، او ممكن مثلا هاند اكبر 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 شركه بتصدر لاي تيكت في العالم. يعني ممكن انت تيكت رايحه من الكويت باريس تصدرها على هان عادي، ممكن رايحه من مصر لايطاليا تصدرها على هان عادي، لانه عندهم اجريمنت مع كل الطيران. ده طبعا مش لازم تشوف اكيد الاجريمنت موجود ولا لا، بالانتري ده اللي هو مثلا ما بين الكويتيه والتركيه، الانتري بتاعنا تانجو جورج الفا دلتا هايفن، وتحط طيران سلاش الطيران الثاني، هيديك ان كان في اجريمنت بينهم ولا لا، وشرحناها بتظهر ازاي قبل كده، تمام. بيقول لك الاجريمنت لاين هافينج اجريمنت ويز تي كي، اللي هو التي كي مع الكويتيه، تمام. الكي يو والتي كي تقدر تطبع التيكت والبرنت والالكترونيك بيبر، الالكترونيك تيكت تقدر تطبع عادي عليهم، يعني سعر من دي على دي. مثلا لو عندي تذكره على الكويتيه ممكن اسعرها على التركيه، بس معظم الطيران اللي بيقبل حاليا ما عدا هان طبعا ده وضع تاني، ان انا لو رايح كويت تركيا تركيا كويت اقدر اصدر دي او دي ما فيش مشكله. او بيقول لك لو رحلات كوتشير فقط اللي هي بيكون كي يو وجنبها تي كي مثلا اقدر اصدرها بالطريقه دي، اخد على اي واحده فيهم، تمام. فالانتري بتاعنا اف اكس بي سلاش اس سيجمنت 205 سلاش روجر فيكتور تشارلي، بعمل ريكوست ان انا الفاليد كارير بتاعي عايز يكون كي يو مثلا، عايزه ام اس بالشكل ده. لو انا واخد مثلا على الكويتيه وعايز اصدر على ام اس، اشوف السعر ممكن يكون احيانا ارخص، ام اس عامله عرض على الاسعار بتاعتها، تمام، مع انه صعب شويه انه الطيران انا اكون حاطط 30 دينار مثلا للتيكت كويت دبي، وانا الطيران الاساسي والطيران غير اللي عامل معاه اجريمنت يروح يديلك 25. كانت تحصل مع الاثيوبيه والفلبينيه الكلام ده زمان، كان عادي الوضع، بس دلوقتي ما بقتش تحصل كتير، بيبقى نسبيا السعر على الطيران الثاني اللي هو بياخد منه الاماكن بيكون اغلى، تمام. طيب انترهات مهمه برضو على فكره، في انترهات كتير هنا انتم ما خدتوهاش قبل كده وما تعرفوش عنها حاجه، ما انترهات جديده 4-5 انتراهات كده مهمين جدا، والباقي يعني شويه بس المهمين جدا هم اللي هنبدا فيهم دول. ده اخذناه قبل كده مثلا جي جي اماديوس كويت ال سي ال،
جي جي الكود تمام اللي هو اطلب صفحه معلومات اي ام اي اماديوس كي دبليو كود الدوله ال سي ال يعني كي دبليو دي تغيرها انت عندك في مصر لو يظهر في اسكندريه اي اي ال على ما اعتقد او ال واي بس لو في القاهره اي جي مصر عامه دي كده بس انت عشان في كايرو وفي اسكندريه ما اعرفش تتصل باماديوس تاخدها ايه مثلا في في فرنسا اف ار الكود بتاعها مثلا لو مثلا فرنسا لو مثلا فين تاني امريكا يو اس كده تاخد على حسب الكود بتاع الدوله اللي انت بتختار فيه ده في الكويت هيجيب لي ارقام التليفونات شركات الطيران في الكويت لو انا عملت له كده انتر تمام هنا جاب لي ايرلاين كونتاكتس وهنا الكارير اللي هو الطيران نفسه ايه هو من اي تو زد اير اريبيا اير تشاينا الطيران اللي انا عايزه ده برجع له طبعا لو انا عندي ريشيو عندي مشكله في طياره في حجز سوري تاخير مش عارف ايه كده يعني تمام هنا ايرلاين كونتاكت دي اخر تحديث ليها حصل 30/8/22 مش طلع انا ما طلع انا النهارده 25 ديسمبر بس ده بيقول لك انه اخر تحديث كان ليها يعني الكونتاكت دي في شهر 8 من حوالي سنه وشهور تمام هطلع طبعا الرقم هنا اسم الشركه هنا ورقم قصاده على طول في رقمين في ثلاثه في فاكس ليهم في مثلا ايميلات زي هنا جايب لك ايميل مثلا عايز تبعت لهم ايميل في كتير طيب هنا برضو في انتر مهم جدا 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 يمكن اول مره ناخده اللي هو العرض اكوادر ايشو في الطيران سواء عاد اكوادر ايشو للطيران سواء عايز اعرف ان الطياره دي بتصدر بالريشو العادي قبل كده فهيديني كودها او بي ام دي وهيبلغني يديني اي ام دي مثلا ده الطيران كله كده اللي هيظهر عندي كده قائمه الطيران كلها هعمل الانتري بتاعي جي جي برضو عشان العرض دي صفحه لو تفتكروا صفحه المعلومات بتاعت اماديوس خدناها قبل كده دي انتري من ضمن انتريهات صفحه المعلومات جي جي واماديوس ثابت وكي دبليو ثابت اللي هو قلنا كود الدوله وتاكس عشان يعرض لي المفروض كانت تاكس الاول الريشيو فقط بس بعد ما ظهر اي ام دي في طيران بيتقبل يعني ده كمان في الاوفيس كمان في طيران بيقبل اي ام دي وهيقول لك انه دي اي ام دي بس في طيران بالريشيو العادي هيقول لك الكود بتاعه ايه على طول تمام فممكن الاثنين شغالين مع بعض فشوفوا مثلا امريكان اونلاين ريشيو ات اير اير امريكا اي اي الامريكان اونلاين اصلا في الاوفيس بتاعهم مش هتعمل انت مش هتنفع تعمل عندك طب الاي سي الاي سي بيديك بيقول لك تشارلي بيتر يعني الريشيو عادي مش محتاج اي ام دي الاير انديا او دي افتر ابروفل فروم اير انديا دي برضه ريشيو بنعمله في اير انديا ما بنعملوش من عندنا احنا ونريح نفسنا تمام الاي تي اكس بي لسه ما زالت ريشيو عادي واي زد نفس الفكره بريتش ايرويز قال لك اي ام دي الايجنت الاجيان الاي 3 دي اي فور نو شو يو او دي يو برضه دي اي فور النورمال العادي والنو شو دي يو سوري تمام بي جي او دي نورمال ريشيو اد اون توتال اللي هي كندا ايرلاين تمام كل واحده كاتب لك ايه اللي تعمله مش محتاج ترجع لاماديوس اصلا وتساله انا اعمل ايه ولا دي انه حتى هنا النو شو جايبوا لك الجلف ايرويز تمام اوسكار الفا ده الاوسكار الفا بتاع الكود بتاع الريشيو نفسه لو انت عندك نمبر ريشيو لو النو شو بتبقى اوسكار بيبي من زمان ما اتغيرتش الاي كي طبعا اي ام دي او ريشيو عادي ما فيش مشكله ممكن تعمل اي ام دي اونلي سوري الاو دي الريشيو العادي الاي ام دي اونلي فور جروب هوليداي نيم تشين بس الاي ام دي بتعمل كده يعني اللي هو كده في الريشيو تقدر تعمل الريشيو بتاعك عادي تمام طيب ايه تاني في موجود عندنا الجي جي اماديوس كي دبليو نيو ايه هي النيو دي خاصه بالايزي بي اوبشنز ايه الاوبشنز ان انا بعمل سي سي ايزي بي تانجو بيتر او ايزي بيتر اللي هو اف بي سي سي ايزي بيتر او تانجو بيتر فبيقول لي الطيران بيقبل ايه تانجو بيتر او ايزي بيتر بدل ما تقعد تجرب يعني الكويتيه مثلا تقعد تجرب فيها يقول لك في حاجه غلط الايزي بي غلط او مثلا انفورمات تشيك فورمات او ايا كان ليه بقى لانه بيقول لك التي بي دي اللي انت بتحطها احنا الاف بي سي سي ايزي بي ده الطبيعي الايزي بي اصلا ثابته لكن مو الطيران بيقبل تي بي ما يقبلش ايزي بيتر تمام فهنا بيقول لك الكود اللي تحطه ايه هنا ايرلاين هنا ايزي بي اوبشن for the airlines KW market في الكويت market airlines هنا الايرلاين بتاعك الكود بتاعه والاسم وهنا payment option البيمنت اوبشن بيقبلوا ايه يعني امريكان بتقبل الامريكان اونلاين تصدير تقريبا بالكاش طالما ما فيش هنا الاير كندا ايزي بيتر هنا مثلا اير انديا تانجو بيتر هنا الايطاليه تانجو بيتر وهكذا بتعرف ايه اللي بيتصدر
بالايزي بيتر والتانجو بيتر تنزل تحت هتلاقي كتير. هنا مثلا يجيب لك الايزي بيتر والتانجو بيتر مش هتختلف في الجالف اير الاثنين والكويت ايروز الاثنين برضو، مع انها لو عملت تانجو ما بيرضاش يصدر احيانا تمام، بس اهو يعني حسب دي او دي اللي تقبل معاك. الايجيبت اير تانجو بيتر برضو اير كايرو تقريبا تانجو بيتر على ما اعتقد يعني تمام. هنا تشيز ايرلاين تانجو بيتر برضو بس. طيب هنا لو عايز اعرف الاجنسيس السفريات اللي عند الشركات السياحه اللي في الكويت برضو معايا او ارقامهم تمام، هعمل ايه؟ هعمل نفس الانتري جي جي اماديوس كي ويت كي دبليو. انتوا لو تلاحظوا جي جي اماديوس كي دبليو ده ثابت معانا، بيختلف اخر ثلاث حروف اي جي تي اللي هي ايجنت اللي هو الايجنسي، نيو ايجنتس ايجنتس تمام. هنا ما فيش نيو فوق، اماديوس ترافل ايجنتس ان كويت. هنا كل السفريات حتى بالاوفيس اي دي بتاعهم مديهولك عادي تمام. عمار ترافلز ابو مش عارف ايه، ودي ارقام تليفوناتهم دي ما بتحتاجهاش انت، بتتصل بشركه تسال على حاجه يعني وانا كده يعني. طيب نيجي على حاجه تاني، انا عايز اعرف الاكواد الخاصه بالاي ام دي نفسه تمام. يعني احنا دلوقتي قلنا مثلا الاس ار بتتعمل، السيرفيس ريكويست دي بتتعمل خاصه بالاي ام دي عامه، الاس ار دي الانتري تمام، بيكون لما سيرفيس ريكويست يعتبر، فبعمل اي ام دي احيانا بيها. فايه اللي انا عايز اعرف الاكواد مثلا الخاصه بالريشيو في الملكيه الاردنيه ار جي، هعمل ايزي جورج شوجر ديتا سلاش فيكتور روجر كود الطيران، بعد كده روجر جورج سوري جاك ده كود الطيران تمام. فاداني الحاجات الخاصه بكل حاجه، هنا بيقول لك كود، هنا بيقول لك ريفرنس تمام، هنا بوك، هنا ات اس اس يعني الاجريمنت اوكي، هي الديسكريبشن. الديسكريبشن ده اللي انا باخد بيه، مثلا عايز ازود مثلا شنطه 32 23 كيلو هنا، واحنا معظمنا بنستخدمه في الباج في الباج في الباج الاونز يعني الاكسس باج سوري تمام. فهنا 23 كيلو بس انا باخد ايه، باخد الكود تمام والريفرنس بتاعه. هنا جايب لي دي اقعد امشي بيها كده، هيجيب لي ايه هنا ال 23 كيلو هنا دي كلها. طب قلنا لما نحب ندخل الكود احنا هنعمل ايه، اس ار، وهناخد اول جزء 23 كيلو، خلينا ناخد دول كوبي بيست، خدهم كوبي بيست على طول الاثنين جنب بعض، بس لما تعمل كده هتعمل بينهم هايفن. وبرضه لو عندك اكتر من باسنجر، باسنجر 1 باسنجر 2 خلينا باسنجر 2 مثلا، وهايفن وسوري سلاش سيجمنت برضه تختارها 3 مثلا، باسنجر اند اور سيجمنت داتا نوت فاليد، ما فيش اصلا سيجمنت بتاع ده باسنجر عندي تمام. حلو، طبعا لازم يكون عندك اسم اصلا عشان تقدر تسعر، لو انت ما عندكش اسم ممكن يضاف، بس لازم عشان تسعر تعمل اف اكس ري جورج بعدين عشان تعرف سعر القطعه كام تمام، لازم تكون عندك اسم على الاقل. حتى لو عملت ان ام 1 وحطيت اي اسم سلاش مش عارف ايه، بس من غير سيف اي ار هيسعر معاك الاي ام دي لو انت عايز تدي الزبون كام على السريع كده. دي الكود ودي كده خلاص، انت كده كده اصلا خلصت الاي ام دي بتاعك، فازر اكس ري جورج ريسيف اي ار، وتحط الفيرم اوف بيمنت بتاعك وتطبع. الاي ام دي سهل تقريبا، احنا شرحناه اكتر من مره يعني، فمش محتاج اصلا الكلام فيه تمام. ده عشان اعرف اكواد الريشيو الخاصه باي طيران. طب عايز اعرف بالطيران الكويتيه، احنا ممكن نجرب اكتر من طيران عشان تعرفوا برضو الفرق. هنا كي يو، بس طبعا في حاجات ما اقدرش اعملها الا لما ارجع للطيران، اللي متعود على الحاجه وعملها او كلمه الطيران مر عليها خلاص يعملها عادي تمام. يعني مثلا بقول لك فيرست بيربيت باج، هنا برضو فير سكند مش عارف تمام، ام اس ام اس تروح تعملها يقول لك لا ارجع للويب سايت عشان تعرف السعر، او ارجع للويب سايت عشان تعملها، احيانا ما بردوش ما بيقبلوهاش عندنا على السيستم تمام. فبرضو ده دي برضو في كذا حاجه على فكره، مش بس سيت، ممكن تختار السيت سيت بالاي ام دي، بس انت مش هديك الكود هنا، مجرد ما تضغط على سيت اوريدي بتحجز وتعمل اف اكس جي بيديك اوريدي خلاص بيسعر لك السيت تمام. بير ريزيرفد سيت اسيجمنت لون، في برضه ممكن تحجز اللون ميت اند اجري، ممكن تحجزها عاد على البتاع ده، بس تسال الطيران هل متاحه في المطار الفلاني ده ولا لا، هي متاحه كخدمه على الطيران عامه، بس ممكن ما تكونش متاحه في الطيران. يعني الاي ام دي كذا حاجه بتتعمل في الطيران، مش بس الكرسي ولا مش بس الوجبه او مش بس خدمه مدفوعه واحده كتير ولا مش بس الوزن يعني. طيب هنا خلاص H E E T Q احنا اخدنا ده صح،
نعيدها ليه تاني ما علينا. نعملها ديليت عشان بعدين. طيب انا عندي ناس كتير بتسأل وخاصة احنا في بدايتنا بنسأل، انا صدرت التذكرة العميل مش عايزها، يا انا ادفعها من جيبه ويقعد يفكر كتير ودماغه تودي وتجيب، ايه الحل؟ ما فيش حل. في حاجة اسمها فويت في السيستم عندنا، احنا عارفينه، احنا نقدر نفوت التيكت بس مش كل الطيران اللي يقبل الفويت. تمام، الفويد اللي هو تلغي التذكرة النهاردة لو هي ما تجاش الساعة 12 عليها، صدرتها 25 النهاردة الساعة 7، الساعة 11:59 لازم تكون لغيها، ويفضل 11:30 عشان ممكن فرق التوقيتات بين الاثنين تلاقي نفسك دخلت في اليوم الثاني ومش هتقدر هي مش هتتفاوض معاك، يعني مش هقول لك يجي لك دي بتلاقي ده مش هتتفاوض معاك. يعني انا لو حاجز تيكت وريتها لكم قبل كده، لو انا عندي تيكت مثلا ار تي سلاش اي ال تي، تمام، التيكت زي دي عملتها تانجو روجر دلتا تشارلي، هيقول لي سيل اوريدي كونفيرمد كانسليشن نوت الاود. انا خلاص عدى اليوم بتاعي اصلا، مش كانسليشن، لا كانسليشن يعني كده الفويد بتاع الكانسليشن مش مقبول، لكن الريفند لازم اعملها ريفند كده زي انا عايز الغيها، لكن فويد مش هتتقبل، ده الانتري بتاع الفويد. تمام، فانا عايز اعرف الانتري اصلا اللي قابل للفويد في خلال اليوم اللي انا صدرت فيه قبل ما يجي تاريخ جديد عليا، او الفويد الريشيو او الفويد العادي، يعني ده او ده، هعمل اتش اي اي تمام زي اتش اي هيلب اي تي تي كي يو تمام هيلب الكترونيك تيكت ديتيلز مثلا في الكويتية. تمام، حس الحجز الصغير اتش اي تي تي كي يو. هنا قال لي ماركت كي دبليو اي اي كيو اي مش عارف ايه، دي كلها في الاي تيكت، دي كلها الدول يعني تمام اللي مسموح فيها للكويتية تصدر عامة. الكترونيك تيكت دايركت ماركت، هنزل تحت هشوف هنا حاجات كتير، هشوف العجب. بصوا بقى يس يعني سبورتد، نو يعني نوت سبورتد. اولا ده بيرشدك للي تحت ايه اللي هتشوفه، اي بي بي تمام اللي اخدناه قبل كده نو مفيش اي بي بي، ان في التيكت الاود بيسمح للتيكت، يو ام ان ار تيكت الاود برضو بينفع بيسمح للتيكت اليو ام ان ار. تمام، هنا كونجكشن تيكت الاود يس، الكونجكشن ده اخوانا اللي هي يعني هيصدر تذكرتين في نفس اللحظه، يعني ايه رايح كويت دبي، دبي باريس، باريس مش عارف ايه كده، بيديني حاجه اسمها كونجكشن تيكت لما يكون اكتر من ثلاث وجهات مع بعض، يعني كويت ذهاب وعوده خلاص خلصت الحكايه، في النص هيعمل ستي مثلا في دبي وبعدين يطلع من دبي مالديف وبعد كده يرجع الكويت تاني، دي هتبقى اسمها كونجكشن تيكت الاود. تمام، هنا مالتي تور كود الاود، اوكي ممكن يكون عندنا اكتر من تور كود، فلاي بالك يو اس او يو اس اونلي الاود. تمام، اي تي الاي تي فير ده او الببلش فير الاود، نت بيرميت الاود، كل حاجه الاود اولد، بس انا ده كله تمام لانه في معظم التذاكر. طيب انا عايز اعمل ايه اللي هي اف او اي مانديتوري؟ نو، الاف او اي الفويد مش فويد، اف او اي دي اللي هي كانت الاول لازم ندخلها، اللي هو اف او اي دي بعد كده تدخل زي السيرفيس دوكس بمعنى صح، خلينا بعيد عنها، بتدخل للمدنيه لو عندك رقم مدني مسافر بمدنيته او مسافر ببطاقته الشخصيه تمام المحليه بتاعه دولته، يعني مش بجواز سفر اللي اف دلوقتي بقت نو، كانت الاول يس. ماكسيم نمبر اوف باسنجر هتلاقيها في كل التذاكر 9، جروب بي ان ار الاود تقدر تعمل جروب عليه، ماكسيمم نمبر اوف سيجمنت 16 سيجمنت، يعني رايح كويت دبي باريس باريس مانيلا مش عارف ده كله بقى ترانزيت على الكويت، مش تقدر تحط لحد 16 سيجمنت على الحيز بتاعها. اوبن سيجمنت الاود عادي، لو انا عندي تيكت والعميل مش عارف نفسه هيغير عليها امتى وسفره بكره هسيبها له، ممكن يجي عليها نشور لو رجعت له بكره، او لو جالي من 5 ايام هتبقى نشور، هيدفع نشور كويتيه، مع انه حتى لو فتحت السيجمنت 90% بيدفعونا دلوقتي النشور بتاع التيكت. فانا الاوبن سيجمنت ايه هو؟ ان انا بفتح التيكت للعميل وبتكون متاحه لمده سنه او سنتين، في اماراتيه سنتين واتحاد 3 سنين، والكويتيه او باقي الطيران معظمه سنه من يوم الاصدار، وبعدين عايز يغير عليها عايز يعملها ريفند، لو هي قابله للريفند نقدر نعملها. كونفيرم سيجمنت مانديتوري واز اوبن، اوكي. بس انا اللي عايز اقول ايه احنا اللي هي فويد تيكت، هنا ويتنج ليست سيجمنت، اوكي confirm segment mandatory، لا waiting list، passive segment ده خدناه قبل كده. طيب ننزل تحت exchange allowed e-ticket to e-ticket، اوكي exchange ده اللي هو التغيير تمام.
exchange وتيكوت وتيكوت بيبر اوكي ديسبلاي void هنا void exchange and reissue دي اللي انا عايز اوصلها لكم دي الفويد بتاعنا اللي احنا بنعمل لها ايه ان انا عملت فويد للتيكت تمام سوري عملت ريشو للتيكت وعايز اعمل فويد اقدر افوض الريشو اللي انا عملته وارجع السيجمنت لو نفس السيجمنتات القديمه موجوده معايا زي ما هي كان ما عملتش ريشو طيب لو عملت تيكت جديده اصلا دلوقتي عملتها اقدر افوضها اقدر افوضها فويد فويد اكستشينج اند ريشو التغيير والتعديل هنا كنسل ريفاند لو انا عملت ريفاند للتيكت ممكن اكنسلها بس لو السيجمنت مش موجود انا راح كويت كايرو كايرو كويت على الكويتيه وعملت ريفاند للتيكت عملت اكس اي خلاص انا هرجعها ازاي البي ان ار كله راح من عندي فكده ما ينفعش هتعمل حاجه جديد للعميل ومش هتقدر تكنسل الريفاند او برضو ممكن 90% لو كلمنا اماديوس نقول له 1 2 3 انا مش عايز ممكن يساعدنا لو نفس الكراسات موجوده او هو يساعدنا اماديوس فيها ان هو يحاول فيها ان هو يظبطها لنا يرجعنا البي ان ار زي ما كانت من تاني دي عن طريقهم هم بقى مش عن طريقنا احنا تمام بس اللي عايز اوصله لكم ان انا كل ده اقدر استعلم عنه بس اهم حاجه عندي انا لانه ده كله الطيران معظمهم بيعمله تمام بس اهم حاجه عندي انا الكانسل ريفاند اقدر كانسل ريفاند يعني انا عملت ريفاند اقدر كانسل طالما السيجمنت موجود الريشو طالما السيجمنت موجود نفس ما هو هقدر اعمله لو مش موجود ممكن نعملها بالاف اتش اي نرجع التيكت تاني عليه بس ده هيبقى مع اماديوس برضو انا ما اكذبش عليكم ما عملتهاش قبل كده انا رجع عملت فويد ريشو وبعد كده رحت عملت ريشو تاني لو كان التاريخ اللي عايزه غلط عملت فويد للريشو وبعد كده رجعت عملت ريشو تاني برضو على التيكت تمام حتى لو السيجمنت مش موجود في الحاله دي انا خلاص انا كده هعمل ريشو تاني تمام لو طالما هتعمل ريشو تاني مش مشكله حتى لو كنسلت البي ان ار مش مشكله المهم انه بفوت لك التيكت اللي انت صدرته النهارده في الريشو تعمل عليها بي ان ار جديده ما تعملش بي ان ار جديده هتغير الوقت تمام لكن لو انا عايز السيجمنت القديم نفسه الجديد اللي انا عملته الاصلي لو انا عملت اكس اي او اكس اي للبوكينج ولغيته خالص ممكن ما اقدرش ارجعه تاني تمام طيب عندي هنا تحويل نسخه الحجز لو انا عايز احول الحجز ده اللي انا عامله لشركه ثانيه اقدر احوله بالانتري ده تمام الحجز لشركه ثانيه طب لو تحويل ده نسخه سوري من الحجز طب لو تحويل الحجز بالكامل بدل بيها اعمل او طبعا اي اس كي دبليو اي ده كود الاوفيس اي دي اللي انا هحول عليه في اماديوس والاي اس برضو الاوفيس اي دي بي يعني بوك زي كوبي مثلا اختصار لكوبي وقول يعني خلاص حول الحجز كله كده انت ما تقدرش تعمل حاجه البي برضو لو حولته هيبقى نسخه عندك بس لنصيحه كده ما تلعبش فيه انت بس تشوف تتابعه من بعيد ازاي اشوف اتغير السعر سوري اتغير الرحله اتكنسلت الرحله اكتر من كده ما اقدرش اغير انا الرحله بعدين او اعمل عليها ريشيو لا من عند اللي انت حولت له برضو هو اللي صدر هو اللي يعمل كل حاجه من عنده حتى لو انت صدرته حولته له هو اللي يعمل طالما خلص الحجز مجرد كوبي عندك الاصلي بقى عنده هو تحول له هو. كانك انت عملت موف برضو تمام بس بدل ما موف للحجز كله هو خلى لك صوره منه لكن اول دي ده بيخلي الصوره الحجز بينقل كامل الحجز فكامل الحجز هو بس اللي يقدر اصلا كده يعمل ايشو يعمل ريفاند مش تقدر تعمل حاجه عندك لكن لو انت عامل له نسخه يفضل اكلم الطيران وكلم اماديوس برضو وتاكد منهم قبل ما انت او هو تعمل حاجه كل شويه بقوانين التكنيكال دي بتتغير لكن الانتري ثابت ما بيتغيرش تمام انا عملت قبل كده حجز وحولته لفرع من فرع انا مش فرع تاني تمام وانا اللي كنت عامل الحجز عملت انا عندي ريشو جاب لي القدريه 45 دولار غرام وصلته كمان ريشو مش انا اللي عملته اصلا ده الطيران في الاخر اللي عمله يمكن قلت لكم الحكايه دي قبل كده فيفضل لو انت نسخت الحجز كلم الطيران واماديوس بالاماديوس اصلا اهم من الطيران اعمل ريشو اعمل ريفاند من فين من اللي عمل الحجز ولا الكوبي بتاع الحجز اللي انا حولته له بس طيب في عندي حاجه تاني انتري مهم جدا اللي هو اف اتش اي لسه كنا بنتكلم ده خاص بالريشو لو انا عندي تيكت مثلا التيكت دي كانت قديمه من 5 6 شهور وعملناها اوبن فتحنا السيجمنت تمام عايز اعمل سيجمنت جديد طب انا اعمل ريفلكت للسيجمنت للتيكت نمبر الجديد القديمه بتاعتي مع الحجز الجديد ازاي هعمل اف اتش اي واروح احطه تيكت نمبر كامل انتر هينزل لي على الحجز هنا اللي هينزل على الحجز هنا مثلا لو دي دول مثلا كلمت تذاكر قبل كده هعمل اف اتش اي دي تمام وانتر لو عملت انجوتر دادي هيظهر لي الاف اتش اي رقم مثلا 9 هعمل ليما 9 هيظهر لي ايه السعر القديم بتاع التذكره وسعر من جديد واعمل ريشو خطوات الريشو بتاعتي من جديد عادي تمام طيب لو انا في ريشو عندي وعايز احط عليه نوت معينه هعمل ايه هعمل مثلا 15 سلاش انفوليد يو كذا كذا ده 15 تريبل سلاش واحط النوت اللي مديها لي الطيران مش اللي انا احطها من عندي
دي على سبيل المثال نوت اصلا انا حطيتها كده كانت في تذكره وديو سكيدجول تشينج انفول يعني اللي هو حاجه فري كده ويفر فري ويفر للحجز بتاعي ده انا بعمله ويفر يعني بغيره فري عشان النوت دي وبيكون بينه وبين الطيران ايميل ما احطش نوت من عندي وما احطش نوت مديها لي بالتليفون لازم ابعت ايميل رسمي من الطيران اكلم الطيران مين معايا الاستاذ محمود معلش استاذ محمود اديني اسم ايميل حضرتك هبعت لك الكيس كلها وزي ما حضرتك رديت عليا رد عليا بالايميل بعد اذنك ليه والله المحاسبه عندنا عايزه كده الشركه عندنا عايزه كده لازم تبقى كل حاجه اثباتاتك مع الطيران ليه؟ لانه ممكن الموظف ده يمشي طيران المحاسب يجيب لك المحاسب الطيران يجيب لك ديبت ملوش دعوه هو مين قال لك حط النوت ده لكن لما يكون في ورق رسمي وحتى الموظف ده مشي معلش النوت ده انت حطه احنا اللي نستحمل خلاص هو الموظف اللي عطاه لك بالايميل الرسمي اعمل له فورورد للايميل او اطبعه له وابعته له مع اي حد للمكتب خلصت فانا دي باخدها من الطيران في حاله ان انا عايز اغير فري تمام بحط نوت بيديه له هو الريسمنت بوكس اسمه طيب ايه ال 15 دي اصلا ال 15 دي اللي هي الاف اي الاف اي اليمنت اللي هي بتبقى هنا اللي هي بتاعت خاصه بالتسعير يعتبر انا بعمل 13 مثلا ممكن اعملها من غير ايشو على فكره سلاش نوت ذات كي يو رقم الرحله مثلا فين 545 20 يوليو ولا تاريخها كام 6 جولاي سوري اكس كانسل اكس ال دي مثلا واعمل انتر فورمات نوت فايف ما دخلتش انا عملتها قبل كده ده ظبطت معايا ما اعرفش ليه مش شغاله اف اي اليمنت 10 10 الرقم متغير الاف اي كانت 10 شوف هتظهر لي فين هتظهر لي هنا اهو بعد كل حاجه خاصه بالبتاع ده بالاف اي هتظهر لي النوت اللي انا حاططها ايا كانت طبعا باخدها من الطيران ممكن لو عملت تانجو كوين تانجو الاقيها هنا برضه بلاقيها في الماسك بتاع التيكت بتطبع لي بعد ما اخلص الايشو وعملت تي بي سلاش ار تي ماشي دي طريقه ان انا احط اندورسمنت بوكس اندورسمنت بوكس او انفل نوت طيب في الريفند بعملها ازاي بعمل تانجو روجر فازر ليما 24 طبعا ليما فازر تانجو روجر فازر بظهر ماسك التيكت الاول ماسك الريفند ليما 24 دي اللي هي الاف اي اليمنت التيكت نمبر بتاعتي اللي فيها التيكت نمبر بتاعتي بعمل كده بعد كده تانجو روجر فازر يونايتد عشان اعمل يونايتد عشان اعمل ابديت سلاش واحط النوت اللي انا واخدها من الطيران علشان هصدر التيكت دي سوري هلغي التيكت دي هعمل لها فري ريفند حلو لحد هنا عندنا بعد كده برضو من ضمن الانترهات المهمه اخواننا الفازر اكس ري فازر او الريشيو اوتوماتيك ريشيو تمام هنجرب ونعمل ريشو بس مش هنأكد ده نعمله اكس اي خلاص او خلينا نشوف يمكن في ريمارك ولا حاجه تضاف تاني هنعمل مثلا ريشو مثلا على الحجز ده السفر يوم 31 انا عايز اخليه 1 يناير 1 جان دوحه سلاش اي كيو هي دي كانت على كلاس بيبي تمام احنا هناخد اعلى من البيبي حتى لو متاح هناخد كلاس المايك على الرحله الاولى سيلسيت 1 مايك 1 انا عايز اغير في الذهاب تمام الفازر اكس راي فازر اللي انا بعملها دي بعرف بيها الغرامات الريشيو وتوتال التغيير كامل عامه على بعضه يعني بعد كده ان كان الطيران محتاج اي ام دي او محتاج نورمال ريشيو دي الخطوات بتفصلها بعد كده عادي بس بنعمل خطوه ثانيه بيديني الريشيو برده كامل وهنهي واصدر من غير ما احط اي حاجه مش هعملها مانوال هعملها اوتوماتيك برضه دي عشان اعرف بيها غرامات الريشيو اعرف غرامات الريشيو في ايه هعمل فازر اكس ري فازر مثلا انا عايز سيجمنت 3 اعمل الريشيو فازر اكس ري فازر سيجمنت 3 بس لو هي في لون بعمل فازر اكس ري فازر سيجمنت 3 هايفن 4 سلاش روجر واحط تاريخ الاصدار اللي صدرت فيه التذكره لو كانت الذهاب في لون لو انا مش بعمل على الذهاب بعمل على العوده كده مثلا تمام طيب فازر سيجمنت 3 هيجيب لي ايه هنا هيجيب لي not valid rule fair rules combination for price طيب لو ما ادانيش هبقى هعمل segment 3 and 4 اعملهم الاثنين مع بعض تمام بس دايما الريشيو بيتعمل فازر اكس ري فازر على السيجمنت اللي انت عايز تعمل عليه ريشيو او لو هي في لون وحطيت رقم بتاع الفلون بس وتاريخ الاصدار الحجز الجديد بس وتاريخ الاصدار بدون ما تحط سيجمنت في لون برضه بيديك الريشيو فانا هنا بيقول لي نو فير يبقى كده هحط الاثنين مع بعض واجرب عادي هحط دي لوحدها اداني الفير عادي ما ادانيش هحط الاثنين مع بعض تمام
هنا اداني التوتال، هنزل تحت 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 لحد ما يجي حاجه اسمها جراند توتال هنا. تمام، جراند توتال هنا 12 دينار والتوتال اد كوليكشن 12 دينار، كده الرسوم بتاعتي 12 دينار. طيب مثلا انا بشتغل مانوال، مش بشتغل يعني مثلا اعملها تي تي اي سلاش اول وفيكس بي واسعر واشوف فرق السعر وفرق الضرايب وي وانا راجل عايز اشتغلها مانوال مثلا. طب ايه فايده الريفكس اكس؟ ان هي بتديك التوتال صح، دي اوتوماتيك مسؤول عنها اماديوس، بيديك التوتال صح. التوتال 12 دينار، انا عملت الريشيو مانوال وعايز اتاكد انه الفلوس دي صح ولا لا، هعمل فازر اكس راي فازر ده من الاول قبل ما اكمل مثلا، او انا عملتها وخلصت هعمل فازر اكس راي فازر عليها تاني ما بيحفظ ليش، حتى لو ما عملتش اي ار عملت ار تي واجنور ما بيحفظ ليش فازر اكس راي فازر. دي عامله فازر زي فازر اكس راي في التسعير بدون اسم، او فازر اكس راي ار برضه بدون اسم كده ما بيحفظ ليش السعر الا لما احط الاسم او اعمل فيكس بي تاني او فيكس بي بي تاني. تمام، ففازر اكس راي فازر مجرد ان هو بيديني سعر الريشيو توتال وكام. انا عاملها مانوال عايز اتاكد، هعمل فازر اكس راي فازر واعمل ريسيف على اللي انا عامله لو ايه لقيتها 12 دينار مظبوطه. تمام، طيب الانتري اللي هو لو انا كده شفت للعميل الفازر اكس راي فازر، طب انا عايز اتاكد خلاص واصدر هعمل، لازم اعمل فازر اكس راي كوين ده لتاكيد الريشيو. هعمل فازر اكس راي كوين هجيب لي نفس البيانات دي بس كده بيحفظها لي، هعمل ريسيف اي ار يحفظها لي وتي تي بي سلاش ار تي، هو بيحط لي الاف ام زيرو الاف بي كوميشن الفورم اوف بيمنت بيحط لي كل حاجه هو. تمام، اوتوماتيك تي تي بي سلاش ار تي. طيب لو انا عندي مثلا هنا احيانا حصلت معانا في الكويتيه، كنت مثلا واخد البيبي كلاس، لما رحت اخد البيبي كلاس، بيبي كلاس دلوقتي سعره اقل مثلا، عملوا لي عرض البيبي كلاس مثلا اقل من سعر التاريخ اللي انا كنت واخده لو اخد البيبي كلاس، فانا كده ما ينفعش اعمل تصدير تمام بسعر اقل من اللي واخده. مثلا دي طلعت مثلا كانت السعر بتاعها 87 دينار، لو طلعت 85 دينار كده في غلط عندي، ولما اجي اعمل فازر كتير فازر مش هيتممها لي. فايه اللي اعمله في الحاله دي لو انا ظهر اي ايرور معايا، او انا ممكن استخدم دايما دي يعتبر الافضل، هعمل فازر اكس راي اوسكار وبعد كده اعمل فازر اكس راي كوين، فازر اكس راي اوسكار واشوف السيجمنت بتاعي ايه. تمام، دي كده بيديني افضل الكلاسات للريشيو بتاعي، بيظبط لي الريشيو اوتوماتيك من غير ما انا اخترت يانج كلاس، ممكن يعمل لي فازر اكس راي اوسكار هيقول لي خلي بالك ده في البيبي كلاس موجوده، ليه خدت اليانج كلاس؟ بيحولها للبيبي كلاس، او انا ممكن احولها للبيبي كلاس واعمل فازر اكس راي كوين بعديها واصدر عادي. تمام، طيب في حاجه مهمه جدا 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 يعني مش مهمه بس، ودي ما اخذناهاش قبل كده وهناخدها دلوقتي، ايه هي؟ ان انا احيانا مسافر رايح تركيا ترانزيت بس رايح بعديها مثلا امريكا من القاهره مثلا، طبعا بغض النظر عن انه محتاج تصريح امن مش تصريح امني والكلام ده، برضو دي في حاجات فنيه كل واحد في بلده عارف القوانين اللي بيسافر عليها المسافر عنده او الجنسيه اللي بيسافر عليها ايه، المفروض بيكون بنعرفها من الطيران او انت عندك خلفيه بها من قبل كده او بيجي لك قرار منها من الطيران او من الطيران المدني او مثلا لو عندنا مثلا من وزاره الداخليه او ايا كان. تمام، فانا عندي عميل مثلا خلينا نقول له الرحله بتاعت 20 يناير 26 من الكويت لسراييفو، خلينا ناخد المثال ده الاول، نعمل اي ار ويجنور عشان ما يحصلش لبس في دي، هنعمل 26 سراييفو سلاش اي بي سي بيتر تشارلي بيجاسوس. بيجاسوس عايز ياخد العميل الرحله بتاعت 6 الصبح ل 16 بالمغرب العصر 4 العصر، عايز ياخدها كستوب اوفر مش ترانزيت، هناخد سيلسيت 1 يانكي 2 مثلا. تمام، نعمل اف اكس ار هنسعر هيدينا السعر بتاعنا. تمام، اف الاف اتغيرت اهي بدل كانت كنا واخدين يانكي اتغيرت الاف اولا، دي ادانا السعر العادي. طيب لو انا عايز اخليها دي 10 ساعات، طب انا العميل مش عايز يقعد معاه 10 ساعات وليكن معاه كل التفاصيل تمام، معاه فيزا مثلا طالع من الكويت هنا الكويت، الكويت يقدر يدخل تركيا بدون فيزا عادي ما فيش مشكله، وهو رايح مطار تاني غير تركيا اساسا بس ترانزيته 10 ساعات، هل يقدر يطلع من المطار ولا لا؟ ممكن ارجع للطيران اقول له عادي هيطلع ما فيش مشكله، بس انا عشان الامان برضو اعمل له الانتري ايه اللي هو ايه فازر اكس راي فازر ده قبل ما اصدر، طبعا قبل ما احط اسماء اس 1 اس فازر اكس راي فازر اكس راي سوري اس 1 اس عشان يديني ستوب. تمام، بس انا بحطه برضو فين الستوب؟ بحطه في السيجمنت 1، هو ممكن يختار اوتوماتيك بس انا بحطه للسيجمنت اس سوري هي محطوطه اوريدي سيجمنت 1 اس ستوب، يعني اديني سعر لي السعر ده على سيجمنت 1 والاس الثاني ده على اساس انه ستوب اوفر او ستوب مش ستوب اوفر، ستوب اوفر يعني هيبدل الطياره بس وهيقعد فيها، لكن ستوب دي ان هو يطلع بره المطار، يعني ممكن يعمل تشيك ان ويرجع يعمل تشيك اوت او يطلع من غير ما يعمل تشيك ان عادي ويدخل تاني تركيا ما فيش مشكله.
ايا كان هتبقى ازاي هناك. فانا بعمل اس 1 سيجمنت 1، بس لا السيجمنت 1 دي عشان هي اللي رايح من الكويت لصبيحة، انا عايز اخلي السيجمنت ده بعد ما يوصل بعد ما يستخدم السيجمنت ده يبقى ستوب اوف ستوب للسيجمنت اللي بعده، يبقى سيجمنت 1. لانه لو كانت 3 و4 هتعمل سيجمنت 3 وهتخل، وهي 4 كده اللي هتبقى ايه هيطلع هيستخدمها بعد كده يرجع يستخدمها ثاني. اس 1 سوري واس 1 اس تمام. شفت السعر كان 97، دلوقتي بقى 100، دلوقتي بقى 100 دينار. شفتوا ازاي اتغيرت؟ هو المفروض بيبقى فيه اكس هنا او بيبقى فيه فاي عشان يديني، بس ممكن ما تظهرش دايما، تبقى اكس راي هنا بتظهر بس ما ظهرش. اف اكس ار لو عملنا اف اكس 1 هنا جاب لي كويت، وهنا دي الرحله بتاعتي، وهنا سراييفو تمام جابها لي، بس زود لي السعر 100 دينار بدل 97 دينار. وصلت. احيانا بتبقى اكس هنا بيديني اكس هنا، يعني خلاص بقول انه دي بقت ستوب بقت فيا خلاص، يعني كانها ترانزيت بس هو يطلع من المطار تمام. انا اشوف حاجه هنا سوري، الاكس هنا دي ان هي كده فيا يعني ترانزيت، لما اعملها كده تشالت، يعني بقت الرحله دي ستوب، كانه رايح من كويت اسطنبول وتاني يوم او بعد ساعه بعد ساعه هيطلع، وتاني يوم بعد كده هيعمل هيدخل تاني للطياره الثانيه. بس دي برضو لما تعملها تسال الطيران هل كده محتاج يعمل تشيك اوت في الشنطه معاه ولا مش محتاج يعمل تشيك اوت. بس ما اعتقدش يعمل تشيك اوت في اسطنبول، انهم عندهم الميزه دي هم، انك انت ممكن لو اكتر من 8 ساعات الترانزيت بتاعك تعمل تور في الدوله كلها، في يعني عاملها التركيه برضو، لو انت عندك اكتر من 8 ساعات في الباص بتاعهم اللي هو دورين ده، بيبقى باص حفلات مش باص عادي، بيبقى بتاخدك يلفك تور 8 ساعات من وقت قريتك من المطار لحد ما ترجع تاني رحلتك التانية، 7 ساعات ل8 ساعات بيلف فك اسطنبول كلها يعتبر، وبيتمشى بيك الباص ويرجعك تاني للمطار تمام. فانا لما عملت اف اكس ار عادي او سعرت عادي من غير ولا حاجة اداني الفيا هنا اللي هي اكس راي، يعني فيا يعني ترانزيت. لما عملت اس 1 اس 1 اس 1 اس اداني ان هي ستوب ما فيهاش فيا، شالت الفيا اساسا، شالت الاكس بمعنى صح. طيب طب انا عايز اعرف حاجه تانية. احنا عرفنا طبعا الطيران ان انا اقدر اصدره في مكتبي، عرفنا ارقام تليفونات الطيران، عرفنا ارقام تليفونات السفريات اللي انا شبيهه بيها. طيب انا عايز اعرف الطيران عامه المصرح له سواء عندي او مش عندي في الكويت، هبقى ايه؟ تانجو جاك تانجو جورج بيبي دلتا هايفن كي دبليو في الكويت، يبقى كده هاي تانجو جاك جورج بيبي دلتا هايفن كويت، ده بالبي اس بي والاي ار بي لو تفتكروا اللي اخذناهم في خطط التسويه تمام. بلان 4 كي يو كي دبليو كويت، جاب لي الدوله واختصارها كويت. ايه اللي متاح؟ ده كله متاح. يعني انا لو ما عنديش طيران من دول هكلم المحاسب بتاعي، هكلم ادارتي، والله انا طيران كذا موجود في الكويت، ليه من ليه ما نشتغلش عليه؟ او انا مثلا اشوف بيروح فين الوجهات بتاعته، اكلمهم الوجهات بتاعتكم 1 2 3 مثلا، هذا الطيران ده مش عندي، اتصل بالمدير بتاعي ايا يعني كان، اتصل بالطيران ايه المطلوب عشان نعمل كونتراكت مع بعض، انا عايز الطيران ده مثلا تونسي انا مش عندي تمام. اللي محتاجه انا هكلم عليه المسؤول بتاعي، مش محتاجه خلاص عايز تخليه زي ما هو براحتك فاهم، فكده يعني. بس ده كل الطيران المصرح اللي لو وصلت لو دورت على طيران على مكتبك انت مش هتلاقي مثلا 15 20 واحد منهم مثلا شغال معاك، لانه في طيران موسمي اصلا يعني تمام. طيب ايه تاني هنا؟ التانجو روجر تانجو روجر تشارلي دلتا سلاش ليمتين لما اعمل فويد للتيكت، زي ما قلنا لو عايز افوض التيكت هفودها، رقم التيكت الاف اي اليمنت ده بيفود للتيكت لو انا مصدرها في نفس اليوم. نيجي برضو للريمارك، الريمارك لو انا عايز اضيف ريمارك ار ام، بس الار ام دي هيشوفها في رمارك يشوفوا أماديوس والطيران، وفي رمارك ما يشوفوش غير المكتب بتاعه أو زملائي في المكتب بس. فالرمارك اللي في الأماديوس والطيران اللي أنا بحط تيكت أماديوس ملوش داخل، أماديوس إحنا مجرد وسيط بينه وبين بين الطيران أصلا، بس إحنا بنحط الأر إم دي مش ليه هو، إحنا بنحطه للطيران أصلا، فهو يشوفها وإحنا نشوفه والطيران يشوفه تمام. هنا مثلا أنا بقول له مثلا الملاحظة دي عند ملاحظات عامة تظهر في كل من الشركة ونظام الحجز وشركة الطيران، يعني أماديوس وإحنا والطيران need to confirm with backs كذا كذا free tickets اللي أنا عايز أوضحه له،
اوضحه له، هقول له ار ام مثلا باسنجر، لو انا مثلا عامل حيز مثلا منفصل مثلا زي ما عملت للتشايلد من شويه، هقول له خلي بالك باسنجر مثلا يعتبر الحيز ده الثاني مثلا اللي هو ده، تمام. هعمل ار ام مثلا نوت زياده باكس ترافلنج، تمام، ويز ار كي يو ريفرنس نمبر، عادي اشتغل بالحاجات دي، هو بيفهم الطيار يعني ده يعني اشتغل بالاكواد عادي بنص الكلمه عادي، بس انت تكتب كلمه تكون فاهمها ترافلنج او تي ار في ال من غير الان جي حتى، ويز بدبليو زد زي الفرانكو عرب بتاع مصر بيتكلموا فيه بعض الشباب، تمام، وحط له ريفرنس نمبر، تمام، ده تمام، ده لو كان ده لو كان او احط النوت على الاثنين دي، احط الريفرنس ده تمام، والثانية احط له الريفرنس ده كده، بثبت له ان المسافرين الثلاثه دول مسافرين مع بعض، ده لو كان لسه حاجز وقاعد هسافر معاهم مثلا على سبيل المثال. طب ار سي، ار سي مثلا احط مثلا فير از، احط مثلا السعر لصاحبي لزميلي في المكتب لاي حد، فير از ممكن انا اكون ما داومش مثلا 85 دينار، بحط له السعر مثلا، بقول له مثلا خليك باسنجر از مثلا هارد مثلا بس صعب شويه مثلا، اي جيف باسنجر اول ديتيلز اول نوتس اول مش عارف ايه مثلا، عايز احط الرولز بتاعت الطيران اللي اديتها للعميل، انا عطيت له مثلا الاكس ال شيرت كي دي مثلا، النو شو مثلا، النو شو 25 تشينج مثلا، برضو باختصارات احنا يعني انتوا هتفهموا بعض او هتعرف يعني دي اختصارات عادي مفهومه لاي حد يعتبر، تشينج 20 كي دي مثلا، وامسح ده كله مثلا، تمام، بس احط اي نوت انا اي كلام انا عايزه، اي كلام انا عايزه بيتحط عادي، بس بتحط كلام طبعا في المفيد مش اي كلام وخلاص، تمام، بالشكل ده ماشي. طيب لو انا عايز اظهر طبعا احنا خدنا ده وبنشرحه تاني برضو، بس عشان ده بنستخدمه من وقت لوقت، تمام. الار اي قلنا دي بنستخدمها، بحط رساله بليز كونفيرم يور ريتين، لو انت عندك عوده اعملها كونفيرم مثلا، او شكرا لاستخدامكم سفرياتنا مثلا، شكرا لزيارتنا، أو حتى بالعربي بتظهر ما فيش مشكله، بس احنا خليها كمثال بليز كونفيرم يور ريتين، تمام. دي بتبقى في ال دي بتبقى في الحجز، تمام، وبتطبع لما انت تبعت بتطبع للعميل بيشوفها عامه، لما تبعت البي دي اف على الايميل او الحجز على الايميل بي دي اف بيوصلك، وشفناها قبل كده وخدناها ازاي. برضو في الار ام لما احط مثلا السيجمنت معين وشخص معين، اقدر احطها برضو سلاش سيجمنت 1 سيجمنت 2 سيجمنت 5 اي وات ايفر سلاش باكس 1 باكس 2 باكس مثلا باكس في اي بي باكس 1 او باكس 2 او باكس 3، تمام. كده خلصنا اهم حاجه في الحاجه في الانتريهات، ويا رب تكونوا استفدتوا، واي حاجه عايزينها في الكومنتات تحت امركم اكتبوا لكم كومنت باي حاجه انتم عايزينها، بس يا ريت تشيروا الفيديو لاصحابكم، وشكرا ليكم، ويا رب اشوفكم على خير دايما، واللي انتم عايزين تحت امركم، ولو عايزين اشرح حاجه تانية برضو قولوا لي، بس بعد اذنكم شيروا الفيديوهات عشان الفايده تعم على الجميع. شكرا واشوفكم على خير ان شاء الله.